كنشكر قناة الفجر بكل صراحة اللي كتهتم بالشأن المحلي في مدينة قنيطرة. هذا التكريم هذا اللي درناه السي الجهي على الخدمات اللي كانت يقدمها لنا كرئيس مصلحة في مصلحة الشؤون الثقافية والرياضية اللي فقدناه. كنا كنديروا دوري ديال رمضان، دوري عيد العرش، عيد الشباب، كنلقاو دائما بجنبنا، وهذا الشيء هذا كنشوفوا أنا بدا كيتراجع. فهمتيني هادشي ما بقاش، ويعني هاد التكريم هذا اللي درنا ليه غير رمزي، يعني راه خاصو تكريم خاصو يجي من اعلى مستوى. ولكن حنا كجمعيات ديال المجتمع المدني وكجمعيه لاسيكول وجمعيه الرياض درنا هاد التكريم كاعتراف لهاد السيد هذا اللي عطى للقنيطره في المجال الرياضي في الوقت اللي الناس يتنكروا ليه وما بقيناش كنشوفوه. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لقناة الفجر الرياضية على المواكبة المستمرة طيلة السنة للرياضات بصفة عامة بمدينة قنيطرة، وخاصة في ما يتعلق بالكرة داخل القاعة. هاد الالتفاتة هذه اللي جات من فريق جمعية الرياض لكرة القدم داخل القاعة هي التفاتة نبيلة. أنا بالنسبة لي بحال هذه المناسبات كيكون في الحقيقة يعجز اللسان على الوصف ديال 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 المشاعر، ولكن كنستنبط منها شيء واحد فقط لا أقل ولا أكثر، هو أنه الإنسان اللي كيخدم بالصالح العام كياخذ أجر عند الله، ولكن في نفس الوقت راه كياخذ محبة ديال الناس اللي ما كتباع بأي ثمن، وكتكون حافز ودافع قوي جدا لمواصلة العمل في جميع المجالات كفاعل جمعوي كفاعل حقوقي في جميع الميادين اللي ممكن تقدم فيها خدمات الأحياء في مدينة القنيطرة. فمن هذا المنبر هذا كنوجه تحية للجميع الجمعيات الرياضية والفاعلين الرياضيين في القنيطرة اللي كيعملوا العمل الجاد، وكنحيي بزاف جمعيات الرياض على هذه المبادرة هذه كمكتب مسير إداريين لاعبين ومحبين ديال جمعيات الرياض اللي لاسيغون اللي هاد السنه هذه الصعود ديالهم الحمد لله في السنه الاولى راه كانوا في المراتب الاربعه الاولى، وهذا ان دل على شيء فانما كيدل على العمل الجاد ديال المكتب المسير. فتحيه لهم وتحيه للقناه الفجر.